فورد قالت يا عمي حط كل شيء مرتن واحدة بس فكنا. وهذه الرياضي أول مرة في 150 ريالي. طبعا هذا الجير ما شاء الله. اتجه إلى أقرب شارع. ما شاء الله مرة تيه، يعني المقاول بينبسط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا متابعين وما شاء الله. اليوم جبنا لكم F150 باور بوست بلاتيني، ناخذ برمي عليه. طبعا المكينة 6 سلندر 3.5 لتر 430 حصان ما شاء الله. ناخذ لفة من وراء. طبعا هذا صندوق الميز يا جماعة، أول مرة في حياتي أشوفه. شوف يا جماعة، عندك مسطرة، يعني هالموتر مخصص المقاولين ما شاء الله ما شفته. عندك مسطرة هنا عشان تجي تقيس بالأمتار، عندك قاعدة الجوال عشان تحط الجوال، يعني خلينا نشوف ناخذ تحط الجوال كذا ها وتشتغل، تجي تحسب وتدرس، هنا تحط الأوراق، وهنا ها أرضية جميلة. وعندك ميزة الباور بوست اللي هو مولد، عندك لا منك تدخل بالسيستم من وراء تشغل هنا المولد. ما شاء الله ما شاء الله ميزة، يعني هنا مفك، هنا مفك شو اسمه، هنا مفك للبيرة. ما شاء الله مواصفاتها أول مرة بحياتي أشوفها ما شاء الله. طبعا لا ننسى اللي هو الوطاية موجودة مع العصا التي ترقع بسهولة الطلوع. بسم الله نسكر ما شاء الله الإلكتروني. هذا البلاتينيوم باور بوست F150. عندك برضو الإنارة برضو من جوانب، إن أغلب راعين ال F150 أو راعين الصندوق يركبونه إضافية، يعني يروح المحل والله حط لي لمبات. لا فورد قالت لا حنا نحط لك ما عليك. برضو أيضا هذه الكاميرا، هذه الكاميرا اللي تشوف لك وش اللي بالصندوق. هذه يا جماعة ميزة، إلى منك فتحته طبعا إلكتروني، إلى منك فتحته مثلا جيت مثلا تبي تحط شيء ثبته هنا زي المسكة، تجي تحط طاولة ولا تحط شيء تحط هذه عشان تمسكه، زي شو اسمه المقبض تمسك هذه. برضه جيت تبي تقص تبي عندك سنتيمتر قشات، صراحة هذه أول مرة في حياتي أشوفها. لا منك مثلا معك أغراض أنت أو أكياس، حلو بدال ما تتعب روح مثلا مالك إلا برجلينك ولا تقدر تأخذ المفتاح، بيدك أغراض ترفع كذا ها برجلك خلاص تكمل نصه هو يكمل الباقي. في ميزة أيضا يا جماعة، لا منك قربت نم السيارة تنفتح معك الوطايات، غير المواتر الثانية اللي إلى منك فتحت الباب فتحت الوطاية. أكرم ميزة بالإعدادات هذه، لكنها مني فتحتها طلعت من هنا. ولو تلاحظون يا جماعة أن الوطايات من مغطى إلى هنا، هذه عشان تطلع فوق سهولة الطلوع، غير السيارات الثانية اللي يحطين فتح من هنا يشوه المظهر، فلجي تطلع على هذه ومن على طول من هنا. في ميزة صراحة عجيبة، أول مرة مثلا تقول ما بها هذه طلعت، تضغط خلي أفتح، في زر هنا ها تضغط عليه ترجع. صراحة مواصفات يعني عجيبة ما شاء الله. هذا نشوف من وراء السماعات بيو بلاي، عندك جلد ما شاء الله نقش رهيبة. خلنا نشوف هذه برضو ميزة جديدة اللي هو المخزن، هنا تقفله يرجع كما هو، لكن فيه اللي هناك يعني مخزن جميل غير المدير القديم اللي هو جاي من هنا وجاي صغير، هذا لا تقدر تصفطه وتفرده ما شاء الله. عندك هنا ما شاء الله نشوف عندك منفذ تايب سي و USB
عندك 230 فولت مشبك ثلاثي، وعندك مشبك للسيارة وتدفئة مراتب خلفية ما شاء الله. عندك أيضا سقف البانوراما ما شاء الله، جيب الباتر والبلاتينيوم أبو سقف بانوراما 1150، قالوا نحط حنا سقف بانوراما ما شاء الله ما شاء الله. طبعا لا زالوا بحركة الأزرار ما شاء الله ما شاء الله. الشاشة بسم الله، الشاشة 12 إنش ما شاء مسرح ما شاء الله ما شاء الله. هذه ميزة الجير اللي هو إلى منك مثلا تبي تستح الطاولة، عندك شغل، عندك شيء تبي تحط اللابتوب، الموتر يا جماعة حق مقاولين حق مزارعين يعني حق عمل، الموتر حق عمل ما شاء الله متنقل ما شاء الله. شوفوا شغله وضعياتها السيارة، هنا في عندك 7 وضعيات للسيارة، 7 وضعيات. طبعا الموتر الآن بشغل المولد لأن في مولد بالسيارة على خفيف، لا منك دعست تشتغل السيارة ما شاء الله. طبعا هذا الجير تقدر تنومه تقدر تقومه، عندك هنا ما شو اسمه تايب سي ويو اس بي وشاحن وايرلس وحامل هنا للجوال. انا ما ادري كسرت ولا هو ينفع، غادي انه هو كذا ينفك ما شاء الله. اتجه الى اقرب شارع ما شاء الله مرتية. عندك ايضا في هنا الانوار الجانبية، الانوار اليمين ويسار، عندك الصندوق فيه الانوار وال الباركينج صار الكتروني، هنا الدعاسات تراجع وتقدمه ما شاء الله. برضو ايضا هنا الدفع الرباعي ولا لا، وهنا اعدادات السياره اللي هو مثل ما قلت في 7 وضعيات. ميزه ايضا يا جماعه الى منك غيرت الوضعيه تغير الشاشه، يعني زي خلينا نشوف هنا مثلا بحط على شوف اللي هو الحركات اللي بيزينونه، مثلا حطيت على وضعية العادي، هذه وضعية السحب، هذه البيئي اللي هو عشان الإيكو، وهذه الرياضي أول مرة 150 رياضي زلق، هذه لها صار أمطار ما شاء الله. هذه يقول حطه بقى شو اسمه حطه بقى حطه والله بالدبل، شغل الدبل أوتوماتيك. هذه وضعية الزلق، وهنا بأتراب شوف شغل حط له القطعية رمل ما شاء الله، هنا الأصر حفر وطين ما شاء الله، هنا حجر ما شاء الله. أول حتى ميزتهم الحركات اللي يزينونه بالديكور. طبعا الشيء العداد كامل إلكتروني والله العظيم. والله العظيم قل والله والله أقول ورا ما تاكلت منها الحين، وانا اغير هنا هو يتغير اوتوماتيك، حطيته عادي رجع لهذا بدون لا المس الوضعيات اللي انا ابي. الشاشه عملاق يا جماعه ما شاء الله. عندك ميزات السياره فيه الاضاءه اللي هو زون لايتنج، ميزه هذه يا جماعه مثلا انا الان عندي شغل او عندي اي شيء من برا أبي الإنارة حوالين السيارة كاملة مشغلة، يعني مثلا أبي الإنارة من قدام وإنارة وراء وإنارة يمين، ما أبي يسار، تضغط على هذه طفى اللي قدام، تضغط على هذه شغل اللي وراء. وفي أيضا اللي هو مولد الطاقة، هذه يا جماعة اللي يقولكم في مولد، إذا بغيت المولد وراء يشتغل هذا المولد ما شاء الله. عندك أيضا السحب، مساعدة السائق، المواصفات العادية، الفرملة والكذا، تحكم به، العتبات الجانبية، هذه يا جماعة أقول لكم لما إنك قربت لمه ينفتح، في بعض لما إنك حطيت إيدك، صراحة ميزة جديدة علي بصراحة هذه، لما إنك قربت افتحت أول مرة، وفي مثل ما الزر اللي قبل شوي ضغطته تقدر تدخله، تقول ما بيت يعني ما أنا براكب يعني، ما شاء الله حلوة الصراحة. وبرضه مراتب مساج، مراتب مساج ما شاء الله. وبوميز أيضا يا جماعة اللي هي المشي على المسار،
وشلون ماشي على سار المسار؟ لأن منك مشيت بالطريق، لأن منك مشيت الطريق تمشي بالنص، غير السيارات الثانية اللي لأن منك تركت الطارة وطلعت على المسار تعدل الطارة أوتوماتيك. لا، هذه تثبت على المسار، تمسك المسار بالنص. أنا ليت لو فيه هنا أقدر أشوفه. هذه يا جماعة اللي هو نظام البقاء في خط السير، تمسك المسار بالنص. يعني ما شاء الله الميزة هذه أول مرة. برضو في ميزة أيضا أخرى، هذه الكاميرات يا جماعة، هذه الكاميرا اللي قدام تجي كاملة، الكاميرا اللي قدام كاملة، وعندك اللي هو من هنا وهنا وهنا، يعني جيت عين سمكة. هذا الأوتو باركينج، هذه كاميرا الصندوق. هذه يا جماعة اللي يقول لكم لا منك جيت بتناظر الصندوق بدل ما تلتفت وراء وتفتح القزاز وحلك وانت قاعد، أبد وانت قاعد تشوف الأغراض وين راحت، بدأ طار شيء، نقص شيء، انفلت شيء. وفي لو تدققون يا جماعة في خطوط هنا، الخطوط ذي يا جماعة عشان اللي هو المقطور، لأنك حملت قص تشوف هل هو بالنص ولا مايل ولا رايح. طبعا فيه مساعدات المقطور اللي هو تمسك وتتحكم به زي الأنظمة اللي وريتكم. يعني ما شاء الله ما شاء الله تشتغل هذه السيارة، اشتغلت، صار فيه طاقة أكثر مما هو عليه تشتغل. وبرضو في ميزة أيضا، رعينا القلص وما القلص، تقدر تحط إعدادات مخصصة للقلص، ولا تقول القلص ذا يعني مسافات وكذا تحدده، يعني النظام ما شاء الله يحدد لك نوع المقطور اللي بتشيل. ما شاء الله ما شاء الله، يعني المقاول بينبسط. أي مقاول أنصح بها يا شيخ، لا تفكر أبد. وسماعات بيوبلي ما شاء الله، يعني ما شاء الله، وش تبي يعني أزود من مواصفات أكثر من كذا؟ والله العظيم ما أدري وش في زود، يعني اختموا ما شاء الله المواصفات. فورد قالت يا عمي حط كل شيء مرتن واحدة بس فكنا. نشوف الشنطة ما شاء الله، الله ديرة. عندك منفذ USB، منفذ تايب سي، صراحة تنام بهنا ما شاء الله ما شاء الله. وبرضو أيضا فيه ميزة اللي هي السماعات على تكاية الرأس، هنا أبو سماعة عند الراكب والسائق. الصراحة والوضعيات يعني ما شفت هالمواصفات ذي ما شاء الله. هذا لمنك طفيته طفى فرد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذه تغطيتنا، الف 150 باور بوست. هذه مواصفاته، هذا سعره 261 اف 150 هايبرد، هذا 772 نيوتن، 430 حصان، 3.5 لتر. وهذه ما شاء الله تغطيتنا بالف 150 بلاتينيوم باور بوست ما شاء الله. ومبارك عليكم الشهر الكريم، ويجعلنا وياكم من صوامه وقوامه إن شاء الله.